بن سعود الحليبي. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن تغذية الفطريات. طبعا كلنا نعرف أن الفطريات عديم الكلوروفيل، هذه الصبغة لا توجد عند الفطريات لأنها توجد عند النبات فقط، لأن العلماء في السابق صنفوا هذا النوع من المخلوقات في فصيلة النبات. طبعا بعد ما تطور العلم تم تصنيف الفطريات إلى فصيلة أخرى أيضا، فهي غير قادرة على القيام بعملية التركيب الضوئي. طبعا تتغذى الفطريات على مواد عضوية مصدرها نباتات أو حيوانات ميتة موجودة في البيئة، لذلك تعتبر الفطريات مهمة جدا، قادرة على هضم خارج الخلوي. أيضا لديها قدرة عجيبة جدا، وهي امتصاص المركبات العضوية من المخلوقات الميتة. نستفيد من هذه القدرة العظيمة جدا أن الفطريات قادرة على أنها تتخلص من الجثث الميتة في البيئة. أيضا في بعض الفطريات لديها القدرة على التغذية على الأنسجة الحية، قادرة على أنها تتغذى على النسيج الحي، وهذا النوع طبعا بالعادة يكون ذا النوع طفيلي من أنواع الطفيلية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس لاحق.